الدمى إلى مكانة خاصة عند الأطفال ويمكن حتى الكبار، دائما في ذكرى معلقة بالدمى، دائما بتلاقينا محتفظين بدمية عزيزة على قلبنا. ببداية رحلتنا الصباحية لليوم ذكرنا أنه رح يكون معنا ضيفة مميزة، رح نحكي عن صناعة الدمى. معك سلمى. أكيد نور، بدي صبح من جديد وبدي أقول يمكن كل حدا فينا عنده نور كان لعبة صغيرة بالبيت، هيك دمية مميزة كان بيحبها، كان بيحتفظ فيها، بيلبسها، بمشطها، بيغير لها تيابها. ولهلا في ناس كتير محتفظة بالدمى اللي كانت موجودة عندهم من هن وصغار. أنا مثلا محتفظة لهلا بجزء كبير من ألعابي محتفظة فيها. طبعا رح نتعرف كيف ممكن الأم تساعد أولادها بصناعة دمية ضل معهم لبعدين، حتى ممكن يعطوها لأولادهم، ولكن هي الدمية رح تكون مصنوعة من الكروشيه. رح نتعرف أكثر عليها مع ضيفتنا لليوم ميساء فزع، مصممة دمى الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك يا رب، أهلا فيكي. خلينا نبلش هيك معك وتحكي لنا شوي اليوم عن الخط اللي أنت أخذتيه بصناعة الدمى. تمام. هلا البدايه هي نذكر المشاهدين انه انا اختصاصي صناعه دمى الاميجرومي، دمى من الكروشيه. جايبه انا معي هون الادوات والغراض. السبب اني انا بلش بهذا العمل انه كل طفله هي يعني حلمها دائما تكون عندها دميه، ان كان الطفل او الطفله، وهو يعتبر اكبر انجاز بحياتهم لما بيمتلكوا دميه. فحبيت انه نحن نتميز بصناعه دميه ممكن تشبه البنات او حتى تشبه المواصفات اللي هي حابه تشتغلها او تنفذها يعني. طيب سميه، يمكن المميز اليوم معك عم نشوف الصور على الشاشه، كمان قديش في دمى ممكن تكون تشبه اطفالنا، يعني هو هذا الشيء اللي بيميزه، هذا الشيء اللي بيميزه، لانه دائما بتلاقي في لعبه بنحبها بس لعبه تكون جزء منك، هيدا صحيح. المميز صحيح. يعني ممكن انا اعمل لعبه بتشبه بنتي وتصير صحيح. هي مرافقه لإلها، فبتحبها بالزياده، بتصير صحيح. معلقه فيها اكثر. هو هيك عم يصير يعني سبحان الله. هلا بتحسي كل طفله او بنت جواتها في مشاعر امومه، يعني بتلاقي انه بتحب يكون عندها لعبتها، تنعميها، تشربها، تاخذها معها مشوار مثلا، تنيمها جنبها. ففي هي المشاعر جزء بتصير هي هي نفسها بس يعني اصغر شوي. كيف لما عم بتكون بتشبهها؟ يعني هلا في ام مثلا خبرتني انه بدي اياكي تعملي لي دميه بتشبه بنتي، لانه بنتي كثير بتحب الالعاب البنات. فبعد ما اشتغلتها وشفت رده فعلها كان كثير حلوه، انه هي انبسطت وحسيتها بتشبهها، حتى نظاراتها كانوا مثل نظاراتها، انه يقولوا لها هي مين، هي سيريا، هي انا، هي انا. اي كثير كثير انبسطت فيها وحبتها للعبة. هلا انا بدي خلي نور تشارك معنا، ما لحقت احط لها، خليني اعطيها لتتفرج عليه هون ونحن عم نحكي. هلا كان بدي اسالك، انت قبل بمره استضفناكي وحكيتي عن قديش في كثير ناس مثلا بيعطوكي اشكال هن حابينها للدميه، وبالتالي انت بتصمميها قريبه لهم. صحيح. انا شايفه هون عدد معين، في شيء خاص انت مثلا، انا لما بعرض هي الدميه فبقول هي تصميم خاص فيكي، اي حدا ممكن يشوفه ممكن يعرفه، ولا لا انت بشكل عام في عندك خطوط عريضه وبتاخدي مثل ما بيقولوا الزبون شو بده بتعملي له؟ هلا حنقول نحن بلشنا اول شيء بصناعه الدمى. صناعه الدميه مثل ما هلا رح اورجيكم الخطوات. بعدين حبيت طور الشغل اللي هو صناعه لبسه الدمى، كرمال ما تتقيد البنت انه عندنا لبس واحد نحن ما حنحسن نغير، لا، لانه كل الاطفال بيحبوا يبدلوا تماما لبسه العابهم. انا كنت اخذ يعني تيابي احاول اقصقص انزع منهم لحتى لبسه نفس تيابي. لا لا تياب بايديك، بتلاقي الاولاد كثير عندهم مراء بانه انا بدي البسها، انا بدي طعميها، انا بدي البنات. يعني يمكن ما في بنت موجوده ببيتنا الا وبتحب لعبه والعاب، يعني اغراضها والبستها وهي التفاصيل. بس يمكن اللي بيميز هدول اللعب سميه وسلمى الكروشيه، لانه عم يعطيها لمسه انثويه اضافيه، الالوان كثير عم تكون مختلفه، زاهيه، جميله. بس مثلا نحن عم نشوف هلا على الكاميرا هي صغيره، في احجام اكبر، بس قديش بتاخذ فعلا وقت، يعني هو اساسا صعب الكروشيه. فلما انا بدي اعتمد على التفاصيل والدقه، بدي اعمل عيون، انف، تم، كمان شوفي نوعا ما شوفي قديش عامله اللعبه بتشبه البنت. يمكن بالصور اللي عم تظهر معنا الصبايا هدول كل حدا موصي على لعبه يمكن تشبهها البستا، كل شيء، يعني كل شيء بنعمله، حتى شعرها، عيونها، اكسسوارات تشبهك نور. هاي هي شعراتها اطول شوي، شعراتها اطول شوي بس بتشبهك. هلا هي هلا حورجيكم كيف طريقه، خلينا نشوف معي بطريقه هيك بشكل كثير مبسط. هلا عندنا اول شيء هون الادوات الاساسيه اللي هن الديكرون،
وفي عنا الخيطان اللي بنشتغل فيها الجمعة والسنارة والأسلاك اللي بندعم فيها الدنيا لحتى نحسن نحركها بكل سهولة. هل أنت عاملة جزء منها؟ أنا عاملة أول شيء مجسم لحتى ورجيكم من الخيطان، وهي الحركة بالنسبة للأسلاك. هلأ أنا بس خلص من الرأس بحشي. كيف طريقة الحشي لورجيكم كيف؟ بناخد ديكرون تمام؟ هلا انا حاشيتها من قبل انت عم تعملي بس هيك خلينا الرتوش الاخيره تمام يعني. اي انا حاشيتها هلا هي الاداه انت هيك بتعمليها فيها اي طبعا يعني. طيب أنا هذا الجسم الاساسي كيف عملتيه اساسا؟ من الخيط، من الخيط. هي في قطبه اساسيه، قطبه الحشو هي اللي بنشتغل عليها كل الالعاب يعني ما في قطب مختلفه ثانيه. قطبه الحشو لحتى تكون متراصه ومتينة يعني ما في فراغات بقلب الدمية، ما فيها تنيات يعني بتلاقيها ثابتة متحركة معك بطريقة معينة. صحيح متينة وقاسية تمام. أساسا أنت مدخلتي لها من هذا؟ طبعا طبعا. نحن بداية الشغل مثلا بنشتغل من عند الأقدام، بعد ما نشتغلها بدخل فيها السلك وبنشتغل، كل ما بنشتغل شوي كل ما بنحشي شوي لحتى تكمل للأخير. بس يعني بالسنارة وبالأدوات اللي بين إيدينا بنشتغل فيها هي القطعة. هي خلينا نقول المرحلة الأولى من صناعة الدمية. المرحلة الثانية هون شوفوا هون الدمية مثلا بدنا نشتغل الوش، الوجه والشعر. هاي التفاصيل اللي عم نحكي عنها الصعبة لما تكوني بالكروشيه، بدك تفاصيل العين خصوصا اذا بشبه الطفل التم قديش فعلا بدها مجهود وضبط. طبعا طبعا اي كثير بدها اهتمام، بس هو العمل ممتع يعني لما وخاصة انه للاطفال يعني لما تشوفي فرحتهم تشوفي انه سعادتهم بالقطعة فبينسى الواحد تعب. بالعكس يعني انا بحس انه بدي دائما اشتغل احسن شيء واحلى شيء لحتى انهم ينبسطوا. سلمى يمكن المختلف انه نحن بنشوف الكروشيه مودرن شوي يعني تلاقيها اللعبة كروشيه ولابسه جينز ومطبقين لتيار. انا عم شوف لتيار هي عم تقول انه في خط دخلت فيه هو خط تصنيع الملابس. صحيح يعني طقم ولا احلى عن جد. بتوقع اي حد اي صبيه هيك عندها بنوته صغيره رح تنبسط انه كمان تلبسها يمكن شيء بيشبه ثيابها. ايه يعني. ايه صح. ونحن كل فتره وفتره بنعمل كولكشن جديد يعني ما بس البنت عم تشتري لعبه، لا مثلا فترات مناسبات اعياد عم يكون في عندهم لبس جديد كمان عم نجيبه شوفي ما احلى هذا الجاكيت حلو تمام وكثير بسيط يعني هو بينعمل بطريقه كثير بسيطه ما بظن انه هو خلينا نقول الخامات كثيره. هو صناعة الألبسة لا ماله سهل، التفاصيل مو سهل فيها كثير تفاصيل ودقة ونحن ما عندنا قياسات جدا صغيرة. هي التفاصيل يعني أنا عم شوف هذا الجاكيت شوفي تفاصيل كثير في تفاصيل يعني أنت عم تفصلي الجاكيت مع طاقية جياب. صحيح. هلا نحن بعد ما خلصنا صناعة الدمية المجسم بدنا نطرز نساوي الشعر يعني في عنا عدة ألوان هون الأشقر مثلا في الشعر الأسود وفي البني في ألوان مختلفة تمام هذا اللون بيشبه لون شعرك وفي هدول خيطان التطريز بيجي الخيط أنعم ايه خيوط دائم سيل هي للعيون تمام للعيون والتم. سمية قد بتاخذ منك وقت اللعبة الكبيرة اللي بإيدك؟ اللعبة الكبيرة لا انا عاملة اكبر حتى عاملة 50 سم. قديش بتاخذ وقت او شغل او تقريبا يعني لحتى تكون جاهزة كاملة في قريب ال 20 يوم مع البستها مع اغراضها ومع كل شيء. القياس الكبير الاحجام لا مو القياس الكبير خلينا نقول هذا القياس 25 سم. اها بدها 20 يوم تقريبا 20 يوم. اما الحجم اللي كثير كبير عامله قياس 50 سم وبعرف اذا الصور موجوده اخذت قريب الشهر تقريبا او اكثر من شهر. ما شو حلو هي عروس لا هي طلب عروس تمام. رح اورجيكم كيف نلبس الدمية. يلا انا لبستها لبستيها برافو ولبستها يا صحيح صلعه ولسه مو مبينه شويه لا سهل سهل تلبسها. نحن كمان خاص مشان الاطفال في عاملين هون كبسات نحن مشان يكون اسهل تمام. هون معها في زرار كرمال يكون سهل التلبيس لانه بين ايدين الطفله مشان ما تقول ماما ساعديني ماما شوفيني لا خلص هي بتقعد تلعب لحالها بتشتغل لحالها تمام. اي هلا بعد ما خلصنا من تلبيس اللعبه في عنا اكسسوارات معقول نحن ما نزين لها شعراتها كامله مكمله هلا تمام. فانا جايبه هون مجموعه اكسسوارات كذا قطعه هدول بزين فيهم الالبسه او حتى الشعر يعني حلوين كثير بس مكلف ماديا نوعا ما فينا نقول هلا يعني لانه بنعرف غلاء الاسعار اليوم والالعاب اساسا العاب الاطفال في ارتفاع كثير كبير تمام. بس حتى الكروشيه هو اساسا
بده مجهود وتعب وادواته حتى مكلفه ماديا. صحيح صحيح اكيد مكلف يعني، بس بضل في لمسه حب يعني، مو مثل لما نجيب لعبه من السوق. وخبرتكم انا قبل انه نحن لما عم نجيب الدميه هي حتضل مع طول العمر، يعني ما بتنتزع ما بتتكسر ولا انه هي بعدين فيها تعمل يعني اذا قلنا هي اخذت اللعبه جاهزه فيها تبلش بقى من اغراضها القديمه، يعني كل حدا عنده بيبي اكيد بس يكبر هالبيبي الطقوم القديمه اللي كانت عنده بيقدر يستخدمها خامات، وخصوصا انه كلها بيكون فيها بابيونات وفيها صحيح الوان. صحيح حبيتها انا انا عم فكر انا وياك بدنا نعمل وحده شبيهه، انا يعني عم فكر بليلي بليلي نختار لها شيء. حبيت بس حبيت القياسات الكبيره يعني ممكن تعمليها لانه بتصير بتفكرها لعبتها او بنوتها او البيبي. هلا كان كمان انا في فيديو ما بعرف اذا حينعرض كمان انه عم تنيمها مثل بنتها، حاططها بحضنها عم تنيمها مثل بنتها. ايه كثير كان والطفل بيمارس على لعبته كل شيء يضطهد فيه. صحيح كلامك. واكسسوارات مثل ما عم يشنطها مثلا، بس هلا الشغله اللي هلا انت بايدك البيبي الصغير كمان عشق البنات هو البيبيات. فانا عملت هون مجموعه بيبيات ما بعرف اذا خلينا نرفعهم شوي بايدي. تمام طبعاً. مثل هي كمان هي؟ ايه بيبي مع احرامه اغراضه. ايه كل ياسات مع اللفه تبعيته. ايه مع اللفه تبعه. ايه وكمان عم يكون مرفق تعطيها حميميه يعني بتدسي بتحسي فعلا انك انت ماسكه فعلا بدك تنيمي بدك تنيمي البيبي. ايه ودبدوب مثلا بالون، يعني في كثير شغلات فينا نشتغلها يعني، حتى انا بيجيني طلبات مختلفه يعني غير الشيء اللي انت بتشتغلي فيه. انه انا احنا هيك بنتي بتحب هذا الشكل مثلا صوره اعملي لي مثله، يمكن تحبه اكثر حتى من الدميه. وفعلا الحمد لله يعني بيشتغله وبيطلع ناجح يعني مثل ما بدها الطفله. يعني سميه ما بدنا انا ونور ما بدنا نخلص الفقره بنحب الالعاب شكرا. واكيد كل صبيه مهما كبرت وحتى لو صارت ام بيضل جواتها هذا الشغف والمحبه القديمه للالعاب. وفقرتنا خلصت لليوم، بدنا نشكرك شكرا كثير لك وعلى كل الافكار. تفضلي. انه نحن من فتره قريبه اعلنا عن دورات الحمد لله، دورات لتعليم الالعاب، وعملنا دوره مبتدئه والحمد لله كان في كثير اقبال كبير، وعملنا بدل الدوره كل دورات حاليا لهذا الشهر. فان شاء الله رح تتكرر الدورات بشكل مستمر. رح تتكرر الدورات بشكل مستمر، رح تكون باماكن مختلفه لحتى نحن نستقبل اكبر عدد من المهتمين بصناعه الدمى. اكيد لحتى ننشر هذا العمل ان شاء الله، وكل حدا بيحب هذا المجال نعلمه ونحاول نوصله للاحتراف ان شاء الله. شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا لك ميساء فزع مصممه دمى اطفال، كنا سعيدين بوجودك واضفتي لمسه خاصه على صباحنا لليوم وجميله. يعني بتحسيها مش فقط انه تصميم دمى، فعلا فن بحد ذاته. شكرا كثير لك. شكرا لكم. اهلا.